معنا من نواكشوط محمد سالم ولد الدا نقيب الصحفيين الموريتانيين، مرحبا بك. رفض جميع الطعون التي تقدمت بها المعارضة، كيف تنظر إليه الساحة السياسية في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكركم على هذه السانحة. طبعا اليوم أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية، وبالتالي أخذت صبغتها الرسمية والنهائية كذلك بعد أن تقدمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بهذه النتائج وأحالتها إلى المجلس الدستوري. على كل حال، المجلس الدستوري فيما يبدو أن كل الطعون التي تقدم بها المنافسون الرئاسيون لم يقبل بها هذه الطعون، وبالتالي برر ذلك وعلله من خلال البيان الذي تمت تلاوته أمام جموع الصحفيين الحاضرين لإعلان هذه النتائج. طيب، على كل حال فعلا تقدمت المعارضة من خلال مؤتمر صحفي بأن الأزمة لا زالت قائمة وأنها استفحلت بهذا الإعلان، لكنها مع ذلك أيضا يلاحظ أن خطابها أكثر هدوءا وأكثر استعدادا للدخول في مرحلة سياسية يطبعها الحوار، وهكذا يعني طالبوا بأن يتم حل ما وصفوه بأزمة سياسية قائمة من خلال الحوار ومن خلال استعداد الرئيس المنتخب لذلك. الرئيس المنتخب بعد يعني في خلال خرجته الأولى السياسية الأولى قال إنه سيبني مرحلة جديدة على أساس من الحوار والتشاور ما بينه والقوى السياسية المشكلة للمشهد السياسي في موريتانيا. وبالتالي يمكن أن نقول أن المجلس الدستوري قطع الشك باليقين وأعلن النتائج، مذكرا أن كل الطعون التي تقدم بها لم ترقى إلى مستوى يمكن من خلاله أن يتم التعاطي معها، لكن وبالتالي أعلن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كرئيس لموريتانيا، وعلى أن يتم تنصيبه في 2 أغسطس من الشهر القادم. طيب، نعم. لكن المعارضة تتحدث عن أزمة تعمقت الآن بعد أعلان النتائج النهائية، هل هي مقدمة لمرحلة جديدة من الشد والجذب بين الرئيس الجديد والمعارضة؟ من المهم أن نذكر أن المجلس الدستوري تمثل فيه المعارضة من خلال مجموعة من الأعضاء، وتشكيلة ما بين الأغلبية والمعارضة، تشكيلة المجلس الدستوري، وبالتالي المعارضة حضور داخل هذا المجلس وايضا تعبير لها من خلال يعني مداولات هذا المجلس الدستوري. على كل حال، تعميق الازمه طبعا لحد الساعه كما تعرفين لم تتم تهنئه الرئيس الجديد من طرف منافسيه من مرشحي المعارضه، ولكنهم رغم هذا وذاك لا زالوا يبعثون برسائل تطالب بضروره ان يكون هناك حوارا سياسيا يمكن من خلاله ان يتم معالجة هذا الإشكال. لا أعتقد أن هذا الإشكال إشكالا مستفحلا من الناحية القانونية، وخصوصا أن مرجعية الجميع هو المجلس الدستوري، وبالتالي هو الذي سيقول الكلمة الفصل، وقد قالها من خلال إعلانه النتائج ومن خلال إعلانه فوز الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. طبعا المجلس ذكر أن هناك خللا ولكنه وصفه بالبسيط في عمليات الحساب، وبالتالي هناك فواصل فيها زيادة ونقصان لبعض من المترشحين، لكنه هذا لا يعتبره يرقى إلى مستوى يمكن أن يوصف بأنه خرق أو أنه يعني خارج أو أنه مبرر لقبول هذه الطعون. على كل حال، المرحلة القادمة كما نراها كمراقبين هي أعتقد أنها ستكون مرحلة أكثر الأرضية فيها أكثر أن تكون مهيئة للحوار، لأن الرئيس المنتخب فيما فهمنا من خلال متابعاتنا الإعلامية له ومن خلال خرجاته ومن خلال مهرجاناته ومن خلال برنامجه أنه رجل حواري، وأعتقد أيضا أن المعارضة التي تشكلت من جديد وهي معارضة جديدة، طبعا هناك من بعض مرشحيها من يوصف بأنه مرشح بأنهم مرشحين لهم طابع ما، لكن من ضمنهم أيضا مرشحين آخرين جدد على الساحة السياسية وربما يكون أكثر الجميع من خلال متابعتنا. نعم. أعتقد أنه مهيئ لأن يكون أو لأن يستقبل أو لأن يكون مستعدا على الأصح لحوار سياسي جديد، وأعتقد أن الرئيس المنتخب أيضا
بدوره قد يكونوا أكثر استعدادا لذلك. طيب مثل ما ذكرت أستاذ أن مرشحو المعارضة لم يهنئوا إلى حد الآن ولد الغزواني، برأيك ما هي الرسالة؟ يعني ماذا يعني ذلك؟ نعم، أعتقد أن ذلك يتضمن شكل من أشكال المناورة السياسية. هم تقدموا بطعون، هذه الطعون لم تقبل من طرف المجلس الدستوري، ولأنهم سبق وأن رفضوا هذه النتائج ووصفوها بأنها نتائج يعني فيها حصل فيها ما حصل، لكنهم رغم هذا وذاك يمدون يد الحوار ويقولون أنهم مستعدون لتجاوز هذه ما وصفوها بالأزمة من خلال حوار، يتوقعون أن يكون هناك استعداد لخوضه من طرف النظام القائم أو القادم على الأصح. وبالتالي أعتقد أنها قد يكون شكل من أشكال الضغط السياسي أو المناورة السياسية لا غير. نعم. لأن موضوع الطعون قال فيه المجلس الدستوري ما قال، وبالتالي انتهى الموضوع. نعم. برأيك مع عهد الرئيس ولد الغزواني كيف ستكون الملامح الرئيسية لحكمه؟ هل ستختلف عن الرئيس السابق؟ هذا ما أعتقد أننا ننتظر مرحلة سياسية جديدة، مرحلة سياسية بنمط تفكيري جديد أكثر إسهاما للقوى السياسية من قبل، لأننا نعرف أن المعارضة خلال السنوات الماضية يعني عاشت الكثير من الضغط، عاشت الكثير من الإقصاء ومن التهميش، لكننا ننتظر أن تكون المرحلة السياسية القادمة هي مرحلة أكثر يعني هدوءا سياسيا وأكثر قبولا لفتح باب الحوار وللتشاور الموسع بين كل القوى السياسية والثقافية والاجتماعية. أعتقد أن هناك أيضا محاور أساسية سيركز عليها الرئيس المنتخب الجديد، لعل أهمها المحور الاجتماعي بالإضافة إلى المحور السياسي والاقتصادي والمحور الأمني. كما تعرفون موريتانيا موجودة في منطقة الصحراء، يعني مهتمة بقضايا الصحراء الكبرى، ولها أدوار ولها أبعاد استراتيجية ولها تجربة ومقاربة أمنية في مكافحة الحركات الإرهابية في هذه المنطقة. أعتقد أيضا أن موريتانيا مقبلة على وضع اقتصادي جديد من خلال ثروة الغاز التي ننتظر أن تبدأ يعني أبدأ الإنتاج خلال سنة 2021-2022 إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد أن الملامح المرحلة القادمة أعتقد أنها قد تكون أكثر جاذبية وأكثر أيضا حيوية وأكثر استقطابا داخل المشهد السياسي. الوضع يتطلب ذلك، وما نعيشه من ضغط في العالم من حولنا يتطلب ذلك، وأعتقد أنه هو المتاح، الحوار والمتاح لكل القوى السياسية. نعم. لأجل الدخول في مرحلة سياسية أشكرك. يرى كل ذاته من خلالها. أشكرك محمد سالم ولد الداء نقيب الصحفيين الموريتانيين، كنت معنا مباشرة من نواكشوط. أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا عن ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت في 22 يونيو 2019. واعتبرت السفارة في بيان أن هذه الانتخابات سمحت بالانتقال السلمي من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا، ما يمثل نقطة تحول في تاريخ موريتانيا ومثالا هاما للديمقراطيات الأخرى في إفريقيا والعالم العربي. وأكدت السفارة أن